بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بالضبط فاضل يا شباب 9 دقائق على الوقت الأصلي، المغرب 1 البرتغال لا شيء. وتكلمنا اليوم أثناء المباراة عن أحداث كتيرة، عن أخبار، عن بعض الدروس المستفادة. قلنا إن كأس العالم السنة دي هو كأس المدربين، هو تخطيط المدربين، هو الكر والفر، هو الهجوم خير وسيلة للدفاع، وهو إنك الاستنفار بيأتي في آخر ربع ساعة من أي فرقة متأخرة. قلنا إن المباريات دائما مش بتحلو إلا لما بيتقدم فريق عن الآخر 1-0. قلنا إنك لازم، وكرة جامدة جدا جميلة 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 في الدقيقة 82، الحارس العملاق المغربي شالها من السنبوكسة اللي فوق ديت بجد ببراعة شديدة جدا، ضربة ركنية للمنتخب البرتغالي. ودلوقتي رجعت الكورة أيوة. واتكلمنا عن يا شباب عن اتحاد الكرة المصري، وجب أن يحاسبوا، وزارة الرياضة تتحاسب. تتحاسب مش معناه إن بنتهمهم بشيء، إنما إحنا شايفين حاجات غلط، لو طلعوا براءة نتأسف لهم ونرفع لهم القبعة، إنما الفساد اللي موجود، التبطيب اللي موجود، الدعم لبعض الفرق وترك فرق أخرى كثيرة جدا، بداية من أسوان إلى فرق كبيرة وصغيرة ومراكز شباب بيلعبوا على الأسفلت، بيلعبوا في التراب، مفيش أي دعم ليهم، محتاجين جنيهات عشان يدفعوا كهرباء ومية، ومحتاجين حاجات معينة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين يا جماعة. لازم إحنا نراعي ربنا في ولادنا، نراعي ربنا في وطننا، نراعي ربنا في كل كلمة بنقولها. لازم إن إحنا نصل لمرحلة العدالة التوزيع المال الرياضي يا كابتن صبحي. الزمالك زي الأهلي زي غيره، ما تدعموش الأهلي ولا زمالك، دعموا الفرق اللي محتاجة فلوس، دعموا فرقة زي أسوان اللي بتسافر 17 مباراة في خارج بلدها، كل سفرية عايزة لها 800 ألف جنيه ولا مليون جنيه، هيجيب الفلوس منين؟ ها؟ لأن أسوان هي اللي بتنوب عن الصعيد ورجالة الصعيد وأهلنا في الصعيد. لازم نشوف الحاجات ديت. إحنا محتاجين إعادة النظر في ضميرنا النايم اللي هو هيموت. مفيش ضمير، مفيش ضمير، لدرجة إن إحنا بقينا نخون وطننا من داخل وطننا. سيبك من الخونة اللي عايشين برنا، قلنا كده دول ملهمش في أي حاجة، مش هم اللي زوروا الورق بتاع الاهلي بتاع الوداد، مش هم اللي زوروا ورق كهرباء، مش هم اللي بيسرقوا الفلوس ويحطها مش عارف فين، مش هم اللي كذا، لا لا دول خلاص مطرودين بره، ملناش دعوه. انما انك تكون داخل وطنك وماسك مسؤوليه وبتخون في وطنك من خلال تزوير، من خلال رشوه، من خلال دعم غير موفق، من خلال انك بتشتغل شغلة مزدوجة عشان تفيد المكان اللي انت عاوز تفيده على حساب نادي تاني. الاهلي بيصرف ملايين عشان يحقق بطولات، عشان يريح جماهير مصر، عامل فرع 1 و2 و3 و4 وعامل كذا، ومع ذلك بتحاربه وسايب فرقة ما بتدفعش اي اقساط ولا اي فلوس ولا كهرباء ولا تليفونات ولا كوافيرات ولا اي حاجة. لا بالعكس، تقوم عامل اللي انت على تقوم مرة واحدة داخل لي على الديون المتلتلة 78 80 مليون جنيه، يقول لك لا اصل لا الزمالك هيشارك والديون اللي عليها نخصمها المكافآت. مكافآت ايه؟ مكافآت الكونفدرالية اللي خدها من ايام هامانة وفرعون. ايه ده احنا هنعيش على الكونفدرالية ومكافآت الكونفدرالية؟ طب فين المكافآت بتاع النادي الاهلي؟ مش الاهلي له مكافآت؟ فوز بدوري افريقيا مره واثنين، وكاس سوبر الافريقي مره واثنين، وكاس العالم برونزيه مره واثنين. يجي لك صبح يقول لك لا اصل المكافآت الافريقيه دي حاجه تقديريه وحاجه مش عارف ايه ومش ملزمه ومش ملزمه. انما للزمالك لا، احنا عايزين عداله، عايزين ضمير، عايزين حاجات كده تودينا منطقه كده ان احنا نطمن لبلادنا، نطمن لاولادنا لبناتنا ان هم يبقوا في مجتمع كويس ان شاء الله تعالى. ورونالدو بيشهد حالة مأساوية بخروج البرتغال بإذن الله على يد المغرب الشقيق، وهنا هنشوف إيه اللي هيحصل. يلا خير إن شاء الله. إحنا في الدقيقة دلوقتي
86. انا مش عارف الحكم صفر لايه ولا عمل لايه، المهم احنا هنشوف حارس مرمى المغرب هو بطل البطولة، هو اللي بيعمل كل حاجة بصراحة. الولد ده يترفع له القبعة من المغرب إلى مصر إلى الخليج بصراحة. إدى طبعا كارت أصفر للاعب البرتغال. طيب إحنا بعد كده يا شباب قلنا النادي الأهلي، قلنا لازم نصبر على محمد محمود، ما نهنش الواد وما نشبهوش بأي لاعب تاني. محمد محمود لاعب قوي، لاعب جميل، لاعب مهذب، لاعب دم الأهلي بيجري في دمه، لاعب مهذب ومتربي ما يقارنش بأي لاعب تاني. إذا كان هو وزنه ساعات بيزيد أو بيقل، ده حاجات هرمونات في الجسم ممكن تكون عندك وما تكونش عندنا، ملهاش دعوة خالص. طيب طب يعالجها إزاي؟ اللاعب لازم يتدرب، محتاج مدرب يدربه، محتاج علاج نفسي، محتاج معد نفسي، يا كابتن خطيب الفريق كله محتاج معد نفسي، محتاجين إن اللاعب ده يشارك إعارة 6 شهور ويرجع واقف على رجله. ما ينبعش محمد محمود من الثروات القومية، الأهلي ثروات القومية في لاعبيه، لاعب أجنبي يجي لك يلعب 2 3 سنين ويمشي ما بيسيبلكش تاريخ. احنا محتاجين نزرع في الأهلي، في كيان الأهلي لعيبة تشيل راية الأهلي إن شاء الله تعالى. ده بالنسبة حسين الشحات مكمل بإذن الله تعالى، بس هو يثبت تاني ويرجع حسين الشحات في التدريب، يثبت الكورة كده يبقى في دماغه كورة، يسيبه من السوشيال ميديا. حسين الشحات بدأ يرجع يدافع، وده أي مدرب بيفرح بيه، إن الباك اليمين يرجع برضه يدافع ويبقى عنده حالة ديناميكية في البتاع. طاهر محمد طاهر راجع بعد أسبوعين إن شاء الله التدريبات، ها؟ فعندك سافيو موجود، إنما مش معناه إن قفشة نسيبه، قفشة ما يمشيش، قفشة إحنا محتاجين الرقم بتاعه، محتاجين وجوده، قفشة لازم يبقى موجود. كاس افريقيا والدوري وكاس السوبر وكاس المصري القديم والجديد محتاجين لعيبه تنوب عن لعيبه، محتاجين اللاعب رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 في نفس المكان عشان احنا نقتوي، عشان احنا نعرف ان احنا لازم باذن الله تعالى كده ايه ما نجيش في ماتشات تلاقي بتلعب في بالاشبال، ما ينفعش. دي حاجه. الحاجه التانيه اداره الزمالك وقنوات الزمالك والصلح مع الخطيب، ومش صلح واخر فرصه والفرصه انتهت يا خطيب. هو يا عم تصالحوا ايه؟ المحكمه والقاضي قال كلمته وتتحقق كلام القاضي ونحترم القاضي وفوق القبعه، مش عاوزين اكتر من كده. الخطيب ولا مخاصمكم ولا مخاصم حد ولا بيعادي حد ولا بتاع، سيبوا الناس في حالها، سيبوا الاهلي في حاله. انتوا بتجيبوا كمان صور لعيبه الاهلي ليه على قناتكم؟ بتجيبوا ليه؟ بتهيجوا ليه الجماهير؟ مش محتاجين، مش مستحملين. احنا لازم يا جماعه شوف ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الدول ديت احنا فرحانين بيها اي نعم، انما في حصر جوانا، حصر جوانا. لو مصر وصلت كاس العالم يا جماعه، انا كنت بقول من شهر واثنين وسته لما نصل كاس العالم هنوصل للنصف النهائي، ما كانش حد مصدقني، واحنا بنلعب اقوى من المغرب ومع ذلك احنا قاعدين بنتفرج عليهم. ده احنا بقينا حتى نشجع السنغال اللي كانوا بيقول لك بيزرعوا الفتنه، والسنغال وبلد مش عارف ايه، بلد ايه هو السنغال؟ عملت لك ايه ولا جت ضدك في ايه ولا بتاع؟ ها؟ وده لا بالعكس، ده اللاعب اللي ضيع ضربه جزاء وخرجنا من كاس العالم بقى احسن لاعب في سنه 2022 21، زيزو احسن لاعب في مصر ليه؟ اصل ضاع ضربه الجزاء الوحيده اللي كانت صح لمصر. ها؟ بقينا كذا. لا زمن الرويبضه فعلا في الافواه الاعلاميه، في الافواه اللي كذا، وفرصه ذهبيه، فرصه ذهبيه. يا رب يا رب بإذن الله تعالى، يا رب يا رب يا رب يا رب. أنا مش عارف الوقت الضايع قد إيه يا شباب، لأني معمول عليه علامة عندي كده، يمكن عندي أنا بس ولا عندكم أنا مش عارف. أنا هروح على قناة تانية لأن عندي كذا كذا قناة بتجيب الماتش. 8 دقايق وقت ضايع، 8 دقايق وقت ضايع. الله الحمد لله 8 دقايق، يعني بنلعب دلوقتي في الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية، يعني ها ما نشوف كده، ربنا يسهل يا رب يا رب. فأنا إحنا قلنا دلوقتي وفي خضم فرحتنا بفوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي حتى الدقيقة 90 و91 و92، بنتكلم على مجريات الأمور في كل دول. إحنا كعرب لازم ندعم المغرب، احنا كمصريين لازم نستفيد بالدروس المستفادة من هذه الدورة، وليه بعض الدول شرفتنا عشان ايه؟ عشان عندها أسس كويسة وجميلة، وعشان فيها ناس بتلعب لبلدها،
عشان عندها ناس بتحب بدمهم بيحموا على بلدهم. لازم نعرف كده، لازم نعرف كده. الأستاذ منذر 8 دقايق إن شاء الله يعدوا على خير بإذن الله تعالى. أستاذ منذر بإذن الله، بإذن الله. يعني إحنا كده دلوقتي إيه، الله يكرمك يا أستاذ محمود، ربنا يكرمك، فإن شاء الله تعالى نفرح يا رب، نفرح والعرب يفرحوا كده بإذن الله تعالى. نتمنى مرة كده يبقى في نصف نهائي كأس العالم فرقتين ثلاثة عرب موجودين كده في الربع النهائي، وفي نصف النهائي فرقتين عرب، ونبقى بيطرد بقى لاعب مغربي ما يطردش لاعب مغربي. إن شاء الله الخمس دقايق دول يعدوا على خير، وبكده المهم نصل لمرحلة إن إحنا عمرنا ها صعب. يعني هل أنا أقدر أعيش لما دولة عربية تانية ولا مصر تصل لنصف النهائي يا جماعة؟ أنتم مش متخيلين الفرحة، والله 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 خير بإذن الله. إيه اللي حصل؟ في حاجة ولا إيه؟ أنتوا على فكرة أنتوا ما تكسرش قلبي يا أستاذ منذر، إحنا عندنا البث 30 ثانية تقريبا بعدكم، ها؟ فإن شاء الله خير بإذن الله، ما يكونش حاجة بتحصل إيه؟ طيب إحنا دلوقتي بنتمنى لكل الناس السلامة، بنتمنى إن إحنا نبقى قنوات الأهلي كلها كده تبقى إيد واحدة في مبادئ الأهلي، إيد واحدة في أخلاق الأهلي، إيد واحدة إن إحنا بندافع عن كينونتنا كمصريين، كناس أهلوية. بإذن الله بإذن الله إحنا أقوياء بالفانلة دي، أقوياء بالعلم المصري، أحمر أبيض أسود، بالنسر الأهلاوي، بالنسر للمصراوي إن شاء الله تعالى. ده اللي إحنا عاوزينه، بس عايزين اليوتيوب كده يشغل كده قناة أهلوية ودعم أهلوية، ونبقى ناس فعلا يعني إيه وشنا بإذن الله تعالى يكون حلو على الدورات القادمة لكل الدول العربية وأهمها مصر إن شاء الله تعالى بإذن الله. طيب إحنا دلوقتي زي ما اتفقنا بدر بنون نزل طبعا، وقدامنا دلوقتي خلاص بقى يعني 3 دقايق وركنية ومش عارف إيه، فبإذن الله. هي طبعا إيه إحنا طبعا إيدينا على قلبنا، وطبعا إحنا خلاص أنت في النص كده حسيت نفسك إنك بقيت مغربي أو بقيت عربي، يعني بتكسبك دي حاجة نفسية. إحنا قلنا امبارح برضو يا شباب إن قطر نجحت إنها تثبت للعالم مفيش مشاغبات، مفيش أي شغب هنا، مفيش أي حاجة حصلت. ليه؟ عشان مفيش شرب بيرة في الشارع، عشان مفيش شرب ويسكي في الشارع، عشان مفيش ناس سكرانة ماشية في الشارع، وبالتالي مفيش شغب بعد المباراة، مفيش تكسير حاجات في الشارع وانت بعد المباراة، ها؟ دي حاجات. هو ده الإسلام، الإسلام الدين المعاملة، إنك بتشوف الناس عايشة ازاي، عيش زيهم وخلاص يا أخي. روح بلد أنت بتحترم قانون البلد اللي أنت فيها، الحاجة بدم الحاجة دي ما تضركش ما تعمل، خلاص امشي معاها، ها؟ والله لو أنت هتحترم قانون البلد، البلد هتحترمك اللي أنت فيها، سواء بقى في ألمانيا، في إنجلترا، في قطر، في أي دولة بتحترم القانون بتاعها وبتوافق عليه، ولك حرية الاختيار بتعلمه ولا لا، ها؟ أنت راجل مسلم مفيش حد بيقول لك أنت بتصلي ليه؟ أنت كراجل مسيحي مفيش حد بيقول لك أنت بتصلي في الكنيسة ليه؟ أنت راجل يا سيدي لو أنت بتشرب ولا بتاع، خلاص في بيتك اعمل اللي أنت عاوزه، ده حاجة تخصك أنت، ها؟ إنك تحترم، إنك توافق وتحترم الآخرين بتقاليدهم بكل شيء. البرتغال يا جماعة استحالة، استحالة إنها تقدر تعمل حاجة، استحالة إنها تقدر. دلوقتي عندك فرصة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هدف محقق 1,000,001% للمغرب يضيع في فرصة يعني إن شاء الله تعالى لا نندم عليها، وخاصة قدامنا تقريبا 2 دقيقة والحكم احتمال يلعب 1 دقيقة فوقهم زيادة، ها؟ لكن البرتغال أطمنكم، البرتغال فريق لا يقدم كرة إطلاقا، ها؟ وهذا ليس تقليلا بالمنتخب المغربي، بالعكس بالعكس. ما هو انت ممكن تخلي الخصم بتاعك مستواه كده بالاداء اللي انت بتقدمه، بتفقد الثقه في نفسه، بتفقده حاجات كتيره جدا. الباكات المغاربه بصراحه رجاله، كل واحد عارف مكانه فين، كل واحد عارف مستواه فين. اتفقنا يا شباب لازم
ندعم بعض. لازم اليوتيوب يعرف ان الفنات الاهلاويه ديت فنانات وطنيه بتحب الوطن العربي، بتحب وطنها مصر، بتحب النادي الاهلي، بتحب كل شيء جاي من ناحيه النادي الاهلي بكل اعتزازه، بكل مبادئه، بكل اخلاقه، بكل حاجه. ان شاء الله تعالى لما نشوف في جديد عندك يا استاذ منذر ولا ايه. ما تعلقنيش، ها، ما تعلقنيش، ما ربك ان شاء الله يعدي على خير باذن الله. خلاص كده ارجوكم لو بيخلص عندكم قبل بثواني عرفوني، عشان ايه؟ عشان نحتفل، وعشان طبعا رونالدو، خلاص رونالدو، ميسي، نيمار. فإن شاء الله بإذن الله تعالى أنا بشكر كل محبينا، بنشكر كل الناس اللي بيدعمونا، بنشكر كل الناس اللي موجودين معانا، وبندعم كل القنوات المصرية المحترمة، وبندعم كل القنوات الأهلوية المحترمة، وبإذن الله تعالى نحتفل بكل حاجة، بنحتفل. خلصت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عشان احنا كده ايه نعرف، لا ده احنا كده لازم كده نشوف ايه اللي بيحصل. لازم احنا بنشوف بقى ايه. يلا يا جماعة، مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك. خلص المباراة، خلصت المباراة. مليون مبروك يا مغاربة، مليون مبروك يا عرب، مليون مبروك يا قطر، مليون مبروك الملك الحسن، مليون مبروك الناس الجمال اللي هم، مليون مبروك علينا احنا. يا جماعة، يا جماعة، انا بقول لكم امبارح وبضحك، بقول لكم وبضحك امبارح، ها، انا لو من رئيس نادي الزمالك ياخدني، ده انا احلى من ناس كتير جدا. ده انا وشي حلو يا جماعة، وشكم حلو معانا طبعا، معانا. انا بقول لكم انا في اي لايف بروحه بعون الله باذن الله تعالى المغرب تكسب. لو هتلعب مش عارف مين هتكسب، احنا الحمد لله وشنا حلو، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ربنا يديمها علينا نعمة. مليون مبروك لكل حاجة، مليون مبروك للاتحاد الافريقي، مليون مبروك للاتحاد المغربي، ولا عزاء للاتحاد المصري. طالما في فساد مفيش نجاح. مليون مبروك يا بنون، وايه الحلاوة ديت، ايه الطعامة ديت، ولعبنا المحبوب الاستاذ الغالي. طبعا رونالدو بيعيط، يلا روح مع اخواتك، رونالدو بيعيط، روح مع اخواتك، روح مع اخواتك يا رونالدو. انها هذه النهايات. رونالدو رايح في اوضه لوحده وبيبكي، والحمد لله احنا وشنا حلو بوجودك طبعا يا محترمين، يا كل المحترمين بوجودكم. انا كده، انا الحمد لله، الحمد لله. لازم تباشر، لازم تبقى انسان كده ايه، يعني تحب وطنك بقلب مش بالكلام، مش عشان تكسب مشاهده ولا حد يقول لك انت عاوز تكسب مش عارف ايه، لا، انت لازم تحب وطنك، لازم تحب وطنك، لازم تعلم ولادك ده، علموا ولادكم يحبوا بلادهم. الاعتزاز بالإسلام، الاعتزاز بالعربية، بالعروبة، الاعتزاز بالوطن، الاعتزاز بكل شيء معاك. ما تفضحش أي شيء سلبي، ها، على تلك القناة الغربية. القناة دي غربية، البتاع اللي هي اللي انت بتبص عليها دي، خد بالك. وبإذن الله تعالى نبارك لكم في نصف النهائي وللنهائي إن شاء الله تعالى. أنا آسف على الإطالة، و يلا روح مع نيمار بقى، ومع ميسي، ومع مش عارف ايه. بإذن الله ميسي فاضله الدور جاي عليه إن شاء الله تعالى. فاحنا كده خلاص، كده العملية المغرب العربي المسلم الأفريقي الحمد لله في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يعني من أفضل 4 فرق في العالم، ها، وتحيا قطر. المغرب نجحت البطولة في قطر، قطر رفعت العالم، راس العرب كلهم في السماء، ها، ومليون مبروك يا عرب، مليون مبروك يا أفارقة، ومليون مبروك للمشاهدين. وإن شاء الله تعالى نشوفكم على خير، ونرجو الدعم والمشاهدة والمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.